السلام عن الكثرة التعب والسهر والخوف وفي هذه الأثناء خرج زوجة الحارث لجلب الماء ولما وصلت إلى النهر رأى الطفلين نائمين والنور يسطح من وجهيهما كأنهما فلق القمر وهي تنظر إليهما مدهوشة فسقطت القردة من يدها فقاما من النوم مرعوبين فقالت لهم يا كفاف يا عبدين من أنتما أخبرانا يا مرعين تعبنا الأمان يا أمي نعم يا بني لكم الأمان أخبرانا نحن يتامى مسلم بن عقيل وعمنا الحسين بن علي قلبت يا حرم راعية الدار احنا اولاد مسلم ذولا الصغار والله غربة وعلينا الليل صار وطبع العرب تكرم الفطار آخ ضمينا ضمينا هالليل عن الانظار والله وقت الصبح يا درب نختار ثم جاءت بهم الى الدار وادخلتهم الى الحجر الثاني خوفا من زوجي الحارث وفي هذه الاثناء دخل رجل على عبيد الله بن زياد لقد فعلها مشكور امير امير لقد هرب ولدي مسلم بن عقيدة من السجن ويحكى على عباسي ماذا تقول يا معقل نعم يا ولد أسمعك يا معقل بلى يا مولاي قصة لقد هرب ولدي مسلم من السجن كيف فراه إنه المشكور أنت الذي استبدلت ذلك السكان بالكفور لقد فرى ولدي مسلم لو امهلني الامير بعضا من الوقت لاعتذر الامر يا مولاي سوف نتحمل هذه المسؤوليه هيا اعتني بمفتوح حالا تطلعك يا بشر الرجال مشكور اخرج لا يا مشكور هيا ألم نضعك في مكان مرموق تحسد عليه؟ هيا قيدة هيا
من السجن. يوم خرجت من قطرات حاجتي، وعندما رجعت فلن أجدهما. عند مطلوب ذلك السجن الذي عجز منه الفرسان والشجعان من الهروب، كيف يستطيعان طفلين صغيرين من الهرب به؟ من غير ذلك يا مشكور. يا ابن زياد، وما الذي يهمك من هؤلاء الطفلين الصغيرين الذي قتلوا اهلهم وحرقوا خيامهم وفروا في الصحراء هائمين لا يلعبون الليل من النهار ولا يدلون طريقهم ولا اعطاهم في تلك الطوامير الظلماء بل الذي لا يعرفهم من الليل من النهار؟ الا يكفيكم قتل عمهم الحسين في كربلاء وسبي عياله وقتل ابوهما مسلم؟ الا يكفيكم هذا يا ابن زياد؟ أجلت يا مذكور، أولصرت نفسك خليفة على المسلمين أو أميرا على الكوفة؟ تدجل من تشاء وتطلب سراح من تشاء، إنك مقتول يا مذكور، لعلك من أتباع علي وليس لي علم بذلك. نعم الله، أنا من الموالين إلى سيد مولاي علي بن أبي طالب، وأنا الذي قررت وأخرجته من السجن حتى لو كلفني ذلك حياتي. فاسمع من تسالك يا نسيان. اسمعني جيدا يا مشكور، لا أقتلنك شهر غدا ولا أسلمنك على سجن الكوفة لكي تكون عبادة لمن يعتذر وكل من لا ينفذ أوامر عبيد الله. خذوه إلى السجن هيا، وغدا سوف أبرم معروفا. نعم والله، أنا علمت بذلك. اللعنة عليك وعلى آلية يزيد بن معاوية. اللعنة عليك وعلى الفاتحة من السلام سمور حتى على نفس البرية. اللعنة عليكما وعلى أمثالكما. تبا لك، فاصنع من تسعى. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكم لقد سمعتم وعلمتم بأن ولد المسلم بن عقيل قد فرى من السجن. لم يفر من الدهر ما مرضت عنقهما كما مرضت عنق الاخرين وتخلصت من هذا الهم الكبير. اسمعوني جيدا، اضربوا عليهم الكوفه عليها سافلها. اريد ولدي مسلم والذي ياتي بهما له جائزه كبيره 10,000 درهم، والاهم من ذلك سوف يكون المقرب لدي. أسمعت يا معقل؟ سمع وطاع يا ولد. هيا 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 تحركوا، اعطوني بولدي مسلم. حبا لك يا مشكور. وقال من ضمن الجالسين في المجلس الحارث الهمداني، ثم خرج من المجلس وهو يقول: ماذا يقول الأمير عبيد الله بن زياد؟ 10,000 درهم، ولا أهم من ذلك أن يكون المقرب لدي. إلهي دلني على أطفال مسلم بن عقيل كي أحصلوا على الجائزة. إلهي دلني عليهم. وأخذ يبحث عليهم في كل مكان وهو يفكر في الجائزة، ولم يعلم ان ولدي مسلم ابن عقيل في داره. ثم جلس يستريح وهو متعب ومغبر، ثم قال: إلهي دلني على اطفال مسلم ابن عقيل قبل ان يسبقني احد ويأكل الجائزة مني. إلهي إنها 10,000 درهم. هل السماء التقطتهم أم الأرض ابتلعتهم؟ إلهي دلني عليهم، إنها 10,000 درهم. وكانت زوجة الحارث قلقة وخائفة عليهما، وبينما هي على هذه الحالة وإذا بالباب تطرق. من على الباب؟ افتحي يا امرأة، أنا زوجك الحارث الهمداني. قمي عن وجهي،
اللوحات، لماذا تأثرت عن الرجوع؟ رزقتي يا امرأة لقد ضاعت منا غنيمة، لو حصلنا عليها لكنا سعداء أنا وأنت، وهذا إنك الملعون في هذه الدنيا. يا حارث، وما هي الغنيمة؟ كنت جالسا في مجلس الأمير عبيد الله بن زياد، وقد دخل عليه رجل وقال: يا أمير، لقد فر ولدي مسلم بن عقيل من السجن، وقد أعطى الأمير مقابل ذلك 10,000 درهم، والأهم من ذلك أن يكون المقرم لدي، وأنا بحثت عنهما في كل مكان ولم أجدهما. يا حارث، خذ الجائزة بإذن الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن أبيهما مسلم بن عقيل. ويحك يا امرأة، انظري إلى وجهي، لقد جبت هذه المرأة 10,000 درهم. ثم جلس على فراشه وهو يفكر ويقول: إلهي، إذا أصبح الصباح أي طريق أسلكه؟ إلهي دلني عليهم، إنها 10,000 درهم، لقد ضاعت مني جائزة. ثم نامت عيناه، وعندما حل منتصف الليل استيقظ احد الطفلين مرعوب وهو يقول: سيكون اخي، سيكون هذا يا اخي، يا اخي رايت رؤيه غايتني، ان ابانا مسلم معين وعمنا الحسين يقول لنا: العجب عجب، غدا اخر يكون فيكم في هذه الدنيا. يا عم حسين، حسين جاي من الليل بالطيف يصفق بدي ويصيح يا حي، والله قال اثنين اثنين من ذبح بالسيف يذبحكم رجل ما يكرم الضيف. ثم تعانق وأخذ يبكيان، وعندما سمع الحان صوت بكائهما قام من فراشه وجاء إلى الحجرة التي فيها الطفلين، ووقف أمام الباب وصاح بصوته: من في الحجرة؟ من في الحجرة؟ ومن تكون أنت؟ أنا صاحب هذه الدار. من أنتم؟ أنتم أمان في داري، من أنتم؟ الحمد لله كنا في أمان أمرأ، والآن في أمان رجل. أي أمرأة وأي رجل هذا؟ تكلم، من أنتم؟ نحن أولاد مسلم بن عقيل وعمنا الحسين بن علي، قتل في حضور المالعة كربلاء. هذا وأخذ يلوحهما بصوته وهما يصرخان:
تبرك الطفلين قربة إلى الله، قربة إلى فتحكما رسول الله. فانصر عليك بالله يا حارث. قلت لك سلاحي جانبا، إنها 10,000 درهم أيها الملعونة، سلاحي جانبا. فقالت له زوجته: انصر عليك بالله يا حارث، الطفلين قربة إلى الله وإلى جدهما رسول الله. تلاحي وإلا قتلت. فغضب اللعين وضربها بصوته وركلها برجله، وأخذ الطفلين بلا رأفة ولا رحمة، ثم التفت إلى عبده وقال: أيها العبد، نعم يا مولاي. أيها العبد، خذ هذا السيف واذبحهما واعتني برأسيهما. سمعا وطاعا يا مولاي. هيا هيا تعال يا مولاي. أتأمل مركزا قريبا من الأميرة عبيد الله بن زياد. أقوم قرابة من الأميرة.
لا لا كرامة لك ما عندي. قلنا مالك فخر تذبح لك اطفال اذا عندك حمية وغيرة ورجال. والله شردنا من الضفاف وتدري بالحال انا عرفك انت ان اليوم شتان. فقال الاكبر والله ريتك يا ابويا شوف حالي.
ثم ذهب إلى رأس أخيه وهو يضمه إلى صدره ويقبل ويشمه وهو يقول وكأني من سارق كلما توسد على رأسك وشم به أنا بالجري حاجني وحاجي والله البالي
تحمله بيدك. انظر انظر يا امير انظر 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 يا امير انظر يا امير هل تعرف هما؟ انظر يا امير لمن هذيك الرأسين؟ يا امير انهم رأسين ولدين مسلم ابن عقيده يا امير. نعم يا امير انظر اليهم. أريد أن أخبرك بشيء يا مولاي. يا مولاي انظر إلى المجلس إنه ينظر إليك بنظرة غير لا تقل لا تقرص مقامك يا مولاي. يا مولاي كان عدلنا في قصة حسين بن علي إنه خرج على أمر من زمانه ولكن ما قدرنا بقد هذين الطرفين يا مولاي. لا تقترب يا نعم يا مولاي أفضل لك أن تختص بهذا الرجل الملعون لكي تكسب الناس معه إلى زوجته. ويحك يا رجل هل دار بينك وبينهما من حديث وأين وجدتهما وكيف ذبحتهما؟ نعم يا أمير إن قلت لك لم تصدقني لقد وجدتهما في داري يا أمير. ماذا قالا لك؟ قالوا لي ارحمنا لسر سرنا وارحم ضيافتنا عندك. قلت لا لا أوقع الله لكما رحمة في قلبي. قالوا قلنا يسوع وبعنا. قلت لا اني اتامل مركزا قريبا من الامير عبيد الله بن زياد. قالوا خذنا الى عبيد الله بن زياد عسى ان يطلق صراحنا. قلت لا لقد وعدني الامير بجلسه قريبه. قالوا لي وقلت لا ولا ولا وذبحتهما وجئتك براسيهما لاكون المقرب لديك يا امير. ويحك يا رجل ألا لك كل ذلك ولم ترحمهما؟ لو أتيتني بهما لرحمتهما. أمير ويحك ماذا تقول يا أخي؟ أنت صنيعهما أنت أمير. أمير انظر إليه أيها الرجل تكلم. ما لي أراك تهيب أيضا منذ أن دخل ذلك الرجل علينا. يا أمير أنا تاجر من الشام ولدي تجارة محجوزة لديكم في الكوفة أعطيك ما أملك بشرط أن تهبني هذا الرجل. فماذا تقول؟ بعيدا عنا. أمير نعم أيها الرجل. يا أمير خذه فإنه لك. الرحمة يا أمير الرحمة. هيا هيا أيها الملعون. سوف أقول لك شيء. لا تقول شيئا. سوف أعطيك نصف جائزة. لا والله لن تجد في قلبي رحمة. ماذا لقد أنت أولاد